أهلا وسهلا فيكم مستمعي راديو أورينت في حلقة جديدة من برنامج رسالة المنطقة الشرقية أو رسالة الجزيرة السورية بطبيعة الحال. اليوم رح نحكي عن جزيرة ميلاج، هي في محافظة أو في محيط يعني محافظة دير الزور. رح نحكي عنها، رح يكون معنا مراسلنا من هناك صفوان أحمد. إذن جزيرة ميلاج بحسب الموسوعة ويكيبيديا قرية في وادي الفرات تتبع ناحية الكسرة منطقة مركز المحافظة في دير الزور، تقع في السهل الفيضي على الضفة اليسرى لنهر الفرات، تبعد 29 كيلومتر شمال غرب بلدة الكسرة. يرجع إعمارها إلى القرن الثامن عشر، أقيمت بيوتها الأولى الطينية بجانب مجرى النهر، ثم امتدت شرقا نحو أو فوق الحافة المرتفعة المشرفة على السهل وعلى جانبي الطريق المزفتة دير الزور الرقة التي تخترقها. صفوان مراسلنا من دير الزور، تسمعني؟ أهلا أسمعك. أهلا وسهلا فيك صفوان. يعني اليوم نحكي مش سياسة وأخبار ونشرات، اليوم نحكي بشكل عام عن طبيعة المعيشة في جزيرة ميلاج. أول شيء ما بعرف إذا عندك فكرة عن معنى اسم ميلاج. معنى الاسم بالضبط والله ما بعرف، حاولت أبحث عن معنى اسم ميلاج، سأعتقد أنه يعود إلى اسم شخص مرتبط بالجزرة، لأنه أغلب الجزرات في لها طبيعة خاصة بالتسمية، هي تابعة تقريبا لتسمية شخصيات بارزة كانت في المنطقة أو لمناطق عشائرية، بتكون عشيرة أو عائلة كبيرة ساكنة بالمنطقة فتسمى المنطقة على اسمها، لأنه في مناطق جنب جزيرة ميلاج هي جزيرة البوح ميد أو منطقة محميدة، هي تابعة أو منطقة قريبة من جزيرة ميلاج، فأعتقد أنه شيء قريب بتسمية العوائل أو تعود إلى شخص ما في المنطقة. طيب إحنا بدنا نحكي أول شيء عن الأوضاع المعيشية، بدنا نحكي عن قطاع الزراعة أول شيء. على الصعيد الزراعي أكثر المحاصيل الزراعية في ميلاج هي إنتاج القطن، الحبوب، الشمندر السكري، ولكن هناك يعني مصادر تقول أنه أراضي ميلاج تعاني من تملح التربة. يعني في حلول لهاي المشكلة، كيف تعامل المزارعين معها؟ هل في جمعيات تعاونية فلاحية حاليا في الجزيرة؟ إضاءة بسيطة زميلة آلاء، أنه هاي المنطقة من أخصب الأراضي بدير الزور، هاي المنطقة تقع على سرير نهر الفرات، من أجود أنواع التربة، يعني للأسف أنه عم يصير فيها هيك، بس سوء الاستغلال، زراعة محصول واحد اللي هو القطن أغلب السنة، عدم توفر الأسمدة، يعني في أكثر من عامل سبب هاي الأمور، في ظاهرة تملح كثيرة بمدينة دير الزور وريف المدينة، وللأسف هاي الظاهرة وصلت لمناطق خصبة، يعني خاصة الخط الغربي، الخط الغربي أو الريف الغربي بدير الزور هو من أخصب المناطق ومن أجمل مناطق ريف دير الزور، يعني في سرير النهر اللي زار المنطقة بيعرف عن شو عم بحكي على منطقة فراتية من أجمل المناطق، بتشبه الجنة. كنا لما بدنا نطلع سيران بدير الزور نطلع على الخط الغربي أو الريف الغربي، ومن ضمن الريف الغربي اللي هو مجموعة الجزرات، جزرة الميلاج أو جزرة البوحميد، للأسف إنه صار فيه هيك، بس مثل ما حكيت نقص الأسمدة، سوء التعامل، سوء الاستغلال، زراعة محصول واحد سبب زيادة التملح بالتربة وسبب هذا الشيء. طيب حاليا حتى نكون أو يعني قبل ما نشرح عن الزراعة صفوان، هي المنطقة مين اللي بيسيطر عليها حاليا؟ تنظيم الدولة الإسلامية. تمام. طيب في جمعيات تعاونية فلاحية، المزارعين كيف عم يعني يصدروا منتجاتهم؟ هلا كل مزارع عم يحاول انه يتصرف بالمحصول اللي بيطلع عنده حسب ما يقدر، يعني ما في جهة معينة تاخذ المحصول. قبل عدة سنوات كان في انه جهة معينة، الجمعيات التعاونية الفلاحية بتساعد بتسويق المحصول او تاخذ المحصول. بعد الثورة حاولت بعض الجهات انه تأسس لجمعيات معينة تسوق باتجاه معين بسوق معينة، بس للأسف هاي المحاولات توقفت بعد قدوم تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته. طبعا الكل يعرف أنه التنظيم منع وجود أي جمعية فلاحية أو أي جمعية من أي شكل كان، منع عن طريق منع الجمعيات منع مساعدة الفلاحين،
صار كل فلاح بده يكون مسؤول عن محصوله، بده يكون مسؤول عن طريقة التسويق، وهذا الشيء سبب ضرر كتير كبير للفلاحين، خاصة بالتسويق، خاصة بتحصيل البذار، كمان بتحصيل أنواع معينة من البذار، أيضا بتحصيل الأسمدة، غلاء المحروقات، غلاء البنزين والمازوت اللي كانت تستخدم أيضا بالزراعة، يعني كله سبب تراجع بالزراعة بالريف الغربي. طيب هلا ما بعرف إذا أي شخص بيملك أرض زراعية وعم ينتج محصول زراعي، التنظيم بيقوم بفرض يعني بما يسميه ضرائب على هذه المحاصيل؟ تماما، على في فرض ضرائب، في فرض زكوات، في فرض شيء اسمه ركائز، انه بمعنى انه اذا كانت الارض الموجوده عند المزارع احتمال وليس مؤكد انه يوجد فيها شيء معين داخل الارض، ممكن يكون فيها اثار او ممكن يكون فيها احتمال وجود نفط، فالتنظيم بيحط ايده على هي الارض أو بياخذ نسبة 40 إلى 60% من الفلاح أو المالك لهذه الأرض، هي إذا كان في ثروة باطنية. إذا قام المزارع بزراعة الأرض فالتنظيم يفرض عليه ضرائب وزكوات معينة تجمع بوقت معين من السنة، يعني هذا فضلاً عن نحن بنسميها هون يعني اخذ خوه او شيء، انه مثل التشريح، انه عم رميك جزء من مالك غصبا عنك. طيب على صعيد المدارس والمراكز الصحيه، يعني البنى التحتيه عموما في جزره ميلاج، بتحكي لنا عن الوضع التعليمي. طبعا التنظيم ما بعرف اذا قام بتغيير المناهج كما قام بمناطق اخرى. للأسف الريف دير الزور ومدينة دير الزور لا ما فيها مدارس خاص بشكل عام، نحكي بشكل أخص عن ميلاج. ميلاج كان فيها يمكن وحدة تعليمية قريبة منها، هلأ ما في. الشيء اللي عم يدرس هو في مسجدين بالقرية أو مسجد واحد اللي هو النشاط الأساسي، نشاط التنظيم متركز فيه. التنظيم عم يقوم فيه بدورات شرعية مكثفة للأهالي، طبعا في له منه غايه انه ممكن استقطاب عدد من الاهالي او زياده عدد عناصر التنظيم الموجودين. كمان سمعت اليوم خبر، عم حاول اتاكد منه، انه التنظيم عم يحاول يفتح فيها مقر للحسبه، فيها مقر للشرطه الاسلاميه. تعليم بشكل اساسي ومناهج دراسيه ما فيها للاسف من اكثر من 3 سنين. المنطقه التعليم الوحيد عم يكون تعليم اللغه العربيه والفقه والقران من قبل التنظيم ومن قبل ناس مختصين من قبل التنظيم. يعني حلقات تعليمية فقط مثل ما بسميه التنظيم. طيب بالنسبة للمراكز الصحية صفوان، كيف الوضع الطبي؟ هل في أطباء متخصصين؟ وإذا كان في نقص يعني بالاختصاصيين، التنظيم بيسمح للمرضى أنه يعني يخرجوا من جزرة ميلاج يتعالجوا برا ولا كيف؟ الخط الريف الغربي بالكامل مروة، من الكسرة لتقريبا لرقة يمكن ما في غير طبيب واحد وصيدلي واحد. للأسف في نقص كبير بالدواء، في نقص كبير بالممرضين أو حدا يكون عنده اطلاع على المعلومات الطبية. منطقة جزرة ميلاج ومحيطها ما فيها ولا صيدلية، ما فيها ولا طبيب. إذا حدا بيصير عنده حالة مرضية بده إما ينقلها للرقة أو إنه ينقلها للوحدات أو المراكز الطبية الموجودة بداخل مدينة دير الزور. طيب نحكي عن فئة الشباب في جزرة ميلاج، في تواجد للشباب ولا يعني الأغلب هاجر قبل أو في غضون وصول التنظيم لهذه المناطق؟ هلا راح احكي عن مرحلتين، راح احكي عن مرحلة لل 2013 لمنتصف ال 2013، مرحلة قبل قدوم التنظيم وسيطرته على هذه المناطق. مناطق الجزرات بشكل عام، جزرة ميلاج، محيميدة، جزرة البوحميد، كانت مناطق جذب للنازحين، يعني الأهالي اللي نزحوا من دير الزور بسبب المعارك الموجودة بالمدينة سكنوا واستقر جزء كبير منهم بمناطق الجزرات بهاي المنطقة. بعد قدوم التنظيم بمنتصف 2013 لا، جزء كبير من الأهالي نزح وانتقل لمناطق ثانية أو خرج لمناطق بعيدة عن مناطق سيطرة التنظيم. حالياً فيها عدد سكان يتجاوز 10,000 نسمة، نسبة كبيرة منهم من الشباب، يعني أكثر من نصف السكان هن من الشباب، بس في حالة نزوح، في حالة نزيف كامل للعنصر البشري بمناطق دير الزور بشكل عام، سواء الريف الغربي أو الريف الشرقي أو حتى المدينة.
يعني هون وللأسف المعلومات والأرقام اللي عم تجينا بشكل دوري من هاي المناطق مرعبة على نسبة الشباب النازحين ونسبة العوائل، والنزوح بشكل مستمر وبخط متصاعد. طيب، الحياة الاجتماعية في جزرة ميلاج تتسم بروابط عميقة، نسب ومصاهرة وما إلى ذلك. هناك أيضا حضور قبلي أو عشائري كان في جزرة ميلاج. اليوم كيف عم يكون هذا الشكل العشائري، موجود أو تلاشى؟ لا يزال الشكل العشائري مسيطر على المنطقة بشكل كامل، طبعا ربما بسبب تكوين دير الزور وريف دير الزور. بتعرف إن احنا العشيرة والقبيلة لها مكانة خاصة عنا، وهي احدى مراكز القوة في المجتمع. لا يزال هذا الأمر موجود، وموجود بكل المناطق. طبعا عشائر البقارة هي المسيطرة على المنطقة، وعشائر البقارة مثلا باللغة العربية الفصحى، عشائر البقارة باللهجة المحلية اللي عنا. ما بعرف إذا المستمعين عم يسمعوها أو يفهموا الكلمة، فهي المسيطرة على المنطقة. جزء من التكوين حفظ المنطقة. لا يعني لو ما التكوين العشائري حافظ على السكان الموجودين، للأسف يعني يمكن ما كنا لقينا حدا في هاي المناطق في هاللحظات. بالعكس، وجود العشيرة والعائلة والقبيلة ساعد إنه لا بنستمر بهاي الأرض، هاي الأرض أرضنا ونستمر فيها أيا كانت الظروف. لهلا عم اتواصل مع شباب من داخل المنطقة قريبين من جزرة ميلاج، وعم اقول لهم انه الاوضاع، اذا نسبة النزوح، اذا في حدا بده ينزح، فبيخبروني انه الكبارية ما بدهم يطلعوا، الكبارية متمسكين بالارض. وربما هذا الامر شيء جيد من ناحية انه بيمنع تهجير المنطقة بشكل كامل. الكل بيعرف انه ممارسات التنظيم اجبرت نسبة كبيرة على الخروج، خاصة الشباب. الكل بيتخوف من مرحلة بيوصل فيها التنظيم لتجنيد إجباري، نعم. إعلان الجهاد بشكل كامل وتجنيد إجباري للشباب. فنسبة النزوح الأكبر كانت في صفوف الشباب. التكوين القبائلي والعشائري منع هالشيء أو حد منه جزئيا. يعني طيب، في إطار الحياة الاجتماعية، الزواج في جزرة ميلاج، يعني في أكيد صعوبات، يعني تمنع إنه الشباب مثلا يتزوج في متأخر ولسن متأخر لحتى يتزوجوا مثلا. ولكن إذا كان في زواج فعلا، كيف بتكون مظاهر الاحتفال في ظل وجود التنظيم؟ راح انقل صورتين كمان. يعني هي الشيء اللي بيحز بقلبنا اهالي دار الزور، انه صار في عندنا اختلاف كبير. المعروف عن الريف انه مظاهر الاحتفال فيه يعني كتير واضحة، كتير صاخبة. بنحب الدبك، الاغاني، فلكلور الريف كتير غني عنا. ريف ملون بكل الوان الحياة، يعني كان مظهر العرس من أجمل المظاهر بمدينة دير الزور. صحيح. للأسف بعد قدوم التنظيم هالشي بالكامل تم إلغائه. هلأ مظاهر العرس بتقتصر على بعض المظاهر الدينية، إذا فينا نقول، يعني مجرد قراءة الفاتحة وعلى نطاق صغير، وإضافة إلى احتفال بيقوموا ببعض الشباب. أعراس النساء أوقفت بشكل شبه كامل بسبب تضييق التنظيم. يعني مظاهر الاحتفال جدا بسيطة للأسف. يعني أي ما في مظهر احتفالي، ممنوع إنه أي مثلا مظهر واحد احتفالي يشغل يزود عن الحد؟ الأغاني الشعبية والموسيقى وهي الشغلات ممنوعة؟ نهائيا نهائيا، وعليه عقاب وعليه محاسبة من قبل التنظيم. أي مظهر للفرح، حتى كان في عنا زغاريد النساء، من أجمل مظاهر الأعراس بريف دير الزور ودير الزور، هو زغاريد النساء واحتفالهم والثياب الملونة. حتى مظاهر، يعني حتى احتفالات الحصاد، احتفالات الزراعة كانت عنا تتسم بهالشيء. وادي الفرات من أغنى المناطق بهالحضارة، يعني من أيام السومريين لحد فترة قريبة كان في عنا الاحتفال شغلة كبيرة بدير الزور. هلا لا، للأسف اللي بيعلي صوته ولو بزغرودة يتم اعتقاله وسجنه ومحاسبته. طيب، حركة الإعمار في جزرة ميلاج كيف؟ يعني بطيئة، في ناس عم تبني عم تعمر لسه ولا لا؟ في ناس عم تعمر، في ناس عم تحاول تستمر بالحياة بس بشكل قليل. يعني إذا كان عندنا نسبة الإعمار كانت، وآسف للمقارنة دائما، قبل 2013 كانت كبيرة. قبل 2013 ارتفعت نسبة الإعمار لمعدل فوق 50%، يعني ارتفعت بشكل كبير.
كان في مظاهر إعمار، كان في حتى النازحين بلشوا ياخذوا بيوت ويستأجروا ويعمروا بيوت. لا هلا اختلفت بشكل كثير كبير، نزلت حركة الإعمار بشكل كثير كبير بهاي المنطقة. هلا السكان في ميلاج على شو بيعتمدوا بالضبط عشان يأمنوا رزقهم؟ يعني شو الأعمال بالضبط، الوظائف المتاحة؟ هلا وظائف، ما في وظائف معينة، لا تزال الحياة القروية البسيطة، الاعتماد على زراعة المحاصيل الموجودة، الاعتماد على قطعان الماشية الموجودة. بركة الريف، هاي الزراعة والتربية الحيوان هي العنصر الأساسي ومصدر الرزق الأساسي بهاي المنطقة. بس كمان هاي ما خلصت من التنظيم للأسف، كمان هاي تعرضت لضرائب ومكوس ومصادرات. يعني المصادرات لحالها تركت واقع كتير أليم على المنطقة. هلأ في عنا مثل شعبي بيقول إنه أنت بارك في بيتك مانك مأمن، إذا رحت تبقى في البيت أو يجيك التنظيم يقول لك إنه بدك تطلع منه، البيت مصادر لسبب من الأسباب، ودائما في حجج جاهزة ودائما في أسباب جاهزة عند التنظيم لمصادرة المنازل والتضييق على الأهالي. وهلأ دخل عنا عنصر جديد هو المهاجرين اللي جايين. يعني للأسف التنظيم عم يجيب مهاجرين سواء من العراق أو من مناطق تانية، أو حتى عناصر التنظيم الموجودين عم يسكنهم بالبيوت المصادرة، عم يخليهم يسكنوا بالحارات، عم يجبر الناس إنه تعطيهم منازل ويسكنهم فيها لتوازن معين بده التنظيم يخلقه، إنه دائما بكل حارة لازم يكون حدا من عناصر التنظيم، لازم يكون في أمن من أمنيين التنظيم لمراقبة الأهالي، لازم يكون في مخبرين تابعين للتنظيم. هذا التوازن خلق شيء من عند الأهالي طابع من الخوف النفور، قلل العلاقات، قلل حركة البناء، يعني قلل التطور الحياة ومسيرها بشكل كامل. طيب بالنسبة للحركة الإعلامية في جزرة ميلاج، عم يقوم التنظيم بإصدار أي بروشورات، مجلات، صحف، أي شيء من هذا القبيل؟ بنفس الجزرة ما في، بس بمناطق قريبة من الجزرة في عندنا 3 نقاط إعلامية. الريف الغربي بشكل عام يعني يمكن في عندنا حوالي 6 نقاط إعلامية، إحداها موجودة بالكسرة، إحداها موجودة بمنطقة محاميدة بما قريبة من الجزرة. بس بنفس الجزرة ما في، في عندنا سيارات الحسبة بتيجي بتدور بتوزع البروشورات التنظيم، بتوزع مطويات التنظيم، سيديات، أحيانا بيجوا بيعملوا عرض لإصدارات التنظيم، ينصبوا شاشة كبيرة بساحة المنطقة وبيعرضوا إصدارات التنظيم. طبعا جزء من الجذب الإعلامي، إحدى وسائل الجذب الإعلامي الموجودة عند التنظيم لاستقطاب الشباب والناس. كمان في عنا الحلقات الدعوية، في عنا توزيع كتب تابعة للتنظيم، في عنا توزيع صور تابعة للتنظيم، بيوزعوا أحيانا فلاشات، بيحاولوا يستقطبوا الناس ويخلون يشتغلوا معهم. كان في عنا من فترة يعني تقريبا من شهرين أو أقل كان في عنا محاولة من قبل التنظيم لإيجاد قاعدة إعلامية محلية، يعني حاول التنظيم يحط نقطة إعلامية بكل منطقة من ضمن هاي المناطق جزرة ميلاج، بس لهلأ ما في نقطة إعلامية نظامية. الاعتماد الأساسي عند التنظيم على سيارات الحسبة، سيارات الشرطة الإسلامية تجي بتدور، الشيء أو أفراد عناصر تابعين للتنظيم من منطقة الكسرة بيجوا بيزوروا جزرة ميلاج وبيوزعوا المطويات وبيوزعوا السيديات. طيب صفوان، يعني معنا دقيقة واحدة بس مشان نحكي عن في نفط، نقاط نفطية قريبة من جزرة ميلاج، أي مصافي؟ في مصافي ما في، في حكي دار من فترة إنه التنظيم اكتشف آبار نفطية بالمنطقة، بس أنا بشكل شخصي ماني متأكد من هذا الكلام. النقاط النفطية الموجودة بالريف الغربي هي نقاط قليلة واكتشافات محدودة، أغلب النفط متركز بريف دير الزور الشرقي. في جزرة ميلاج تحديدا لا يوجد نقاط قريبة أو شيء نفطي قريب منا. يعني أهل الاعتماد المنطقة الأساسي هو على الزراعة والرعي الماشية بشكل أساسي. طيب بدي أتشكرك كتير مراسلنا من دير الزور، كنت معنا صفوان أحمد أنا للحديث. في صفوان أضيف شغلة صغيرة، تفضل لكن سريعا. أنا آسف بس شغلة صغيرة حسرة بقلب كل حدا شاف المنطقة وزارها،
على الحال اللي وصلنا له، حسرة بالنسبة لحال الأهالي إنه ما ملاقين لا حبة دواء ولا ملاقين، يعني في ناس ما ملاقي كسرة خبز. للأسف منطقة من أغنى مناطق سوريا، من أجمل مناطق سوريا، ريف دير الزور الغربي، بتمنى يرجع لمثل ما كان ريفنا اللي بنحبه، ريف الأعراس، ريف الخير، يا رب إن شاء الله. شكرا كثير لك صفوان أحمد مراسلنا من دير الزور، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا على حسن استماعكم. كنا معكم في رسالة من جزرة ميلاج من المنطقة الشرقية السورية، نلقاكم يوم الاثنين المقبل في 11:30 بتوقيت دمشق ومنطقة شرقية أخرى. إلى اللقاء.